الان والمجرب يلعب تحت السله عم يدافع عليه ري داغر ما بيقدر يتخطيهم وترن اوفر على فلاتر بالفعل ري داغر عم يعمل مجهود دفاعي كبير براندون بيخترق بيطلع الطابه لبرا عند ري داغر اللي بياخذ تسديده ثلاثي مع الباك بورد عم يسجل الداغر تسديدة ري داغر على الثلاثية بسجل ري محاولة ثلاثية ري داغر كمان عم يسجل ري داغر نقطتين للداغر لا ديكولوس ري داغر بيعمل فانت بيخترق على السالة وبسجل بسجل ري داغر تركيز بوجه دفاع المنطقة ري داغر بيعمل فيك بيخترق على السلة وبسجل ري نقطة الخامسة لري داغر داغر لتاونش كمان لداغر اللي بيفوتوا باسكتين حلوة براندون لري داغر اللي بيعمل فان تحت السلة وبسجل ري داغر كرم بشرف على أرض الملعب تمريره توصل لري داغر وري داغر عم يسجل بتمريره من ايدي ستيفان لفلادان فلادان بده يجرب يلعب تحت السله عم يدافع عليه ري داغر ما بيقدر يتخطيهم وترن اوفر على فلادان بالفعل ري داغر عم يعمل مجهود دفاعي كبير ري هو اللي عم يدافع على فلادان لحظه من الصراع بين ري وفلادان كوري بياخذ التسديده كبير لري داغر لحظه بالاعاده شو صار